ايطالي. اليوم غنهضروا على بحال قلتي دابا شريط طوموبيل، دابا في شريط طوموبيل سواء جديده سواء طوموبيل قديمه اوكازيون، اشنو غادي ندير؟ اشنو اول حاجه خصني نديرها؟ شنو هما الاشياء اللي خصها تدار باش نحافظ على هذا الطوموبيل هذا اللي راه نوعا ما استثمار، يعني حتى تدير فلوسك وحتى تدفع عرق العرق ديالك، يعني سواء انت سواء واحد اخر ما تهمش كيفاش جبتي الفلوس، انما المهم يعني خصك طبعا تحافظ عليه. اول حاجه كندير يعني ولا كيخص الدار نورمالمون هو انك هذيك الطوموبيل خصك تكون متاكد كمثال، يعني افترض لينا افترض شريت الطوموبيل وما فيهاش جوج سوارت ولا ثلاث سوارت، اللي عطاك على حسب الشركه لو درت داكشي كتعرف فين الشركه كتعطي ثلاث سوارت جوج سوارت تيليكوموند وسيروت كيعطيوها غير واحد الحديده صغيره كاين كتقدر تخشى وتحل، او لا تعطيك واحد السيروت بلاستيكيه باش تقدر تخرج عليها السوارت في المستقبل في واحد الكود كتعطى باش في حاله جلاو ليك السوارت. هاد الحاله نفترض عطاك سيروت وحده كتمشي تحاول انك تخرج على السيروت او لا تبدل هذاك القفل في حاله انك ما تقتيش في البيع والشراء، يبان لك بحال كمثال سمسار، يعني مش شو انسان اللي محترم او لا، يعني بحال قلتي شكيتي فيه ما ارتحيتيش ليه، وخصوصا اللي كنتي ساكن معاه في نفس المدينه، يعني بحال قلتي ما كتعرفوش، هو مشي حي معروف او لا ما تيمشي لذاك الحي كيفاش داير، ما تحيتيش ليه ضروري خصك تبدل السوارت. للاسف الشديد كيبيع لك الطوموبيل اليوم السيمانه الجايه كتجي كتلقى الطوموبيل ما وقفاش قدام الدار، هاد الحاجه كطرى بزاف خصوصا في الطوموبيلات شويه الغاليين، ما كتسمعش في الطوموبيلات الرخاص بزاف، كتسمع تاني في الرخاص بزاف كاع بحال يمكن مثل 190 بزاف ديال الناس طرات ليهم 250 شنو اخر عاوتاني في الغالب كطرى في المرسيدس بزاف، الجولف جولف كارت طرات شحال من واحد كان دراري تعرفهم طرات ليهم جاب الله ردوا طوموبيلاتهم. المهم كطرى في 19 حتى هي في داسيا صراحه ما عمرني سمعتها، ولكن المهم ضروري غيكون شي واحد غير حيت ما سمعتوش انا ماشي معناه انها ما كايناش. اذا هاد القضيه السوارت هادي اللي كيهملها شحال من واحد للاسف للاسف الشديد، خصوصا بحال قلت لك تشري الطوموبيل في نفس المدينه فاش كاين نتايا، في الغالب خصك ضروري تبدل السوارت او لا تلقى شي حل للسوارت. هذيك كمرحله اوليه. ثاني حاجه هو خصك تمشي دير الفيدونج كومبلي، شحال من واحد كيجي يمشي كيقول لي السيد لا راه بحال درت لها الفيدونج، والمشكله في الغالب الغالب غالي بحال نعطيك 90% الناس فاش كيبغيو الطوموبيل يبيعوا الطوموبيل ما كيبغيش يخسر عليها حتى شي ريال، باش بحال اللي قلتي واخا طيح شي في الثمن ما يكونش خاسر، بحال تيقول خاسر واحد 40000 ريال كامل ولا 1000 درهم، زائد انه غيبيع الطوموبيل شي بثمن اقل حيت هو ديما تيكون طامع انه يبيعها بثمن اكثر. اذا ما في الغالب ما تيكونش دايره الفيدونج، في الغالب ما تيكون صح لها بنوات ما بدلهمش، شي طابيه خاسره، شي مشجله ماشي تا ليه، شي بوله محروقه في الداخل او لا اي حاجه، المهم كما بغات تكون الغالب تلقاه مزقرم عليها وما تيقدرش يبغي يبيعها هكاك، يعني تيوريك تيقول لك عشان راه فيها هذا البروبليم هذا، ودير وكاين اللي كيكذب كيقول لك لا راه درت لها الفيدونج راه بحال درت لها الفيدونج واحد 1000 ولا 2000 كيلومتر، لا الا ما عطاكش فاكتوره فيها الكيلومتراج بالضبط يعني ديال لاميزون، يفترض الناس اللي شاريو شي طوموبيل جداد شويه فيها فاكتوره فيها ديال لاميزون اللي درت الفيدونج بالزيت الفلانيه وبدلت فلترات بثلاثه ماشي بدلت الفلترات بجوج، ديك الساعه كتمشي طبعا بحال قال لك بدل الزيت بحال كامل، نفترض عند الطوموبيل خصها الزيت 5W40 ودارت هو 5W40 وكيبدل ليه فلتر ديال الزيت، خصك تمشي انت تبدل الفلترات الاخرين بجوج واخا يقول لك لا راه ما محتاجينش، ما تزقربش في هذه الحاجه بلي كنت باغي تشري الطوموبيل دير في حسابك هذه القضيه هذه، ما تشريش الطوموبيل بحال قلتي باخر ثمن عندك، يعني انفو غتخلصوا وتخلص لاسورونس والضريبه وداك الشيء ديال الشراء صافي وتبقى جالس بح ما عنديش خصني نتسنى. واحد الحاله تقدر تتسنى انا ما عندكش، يعني بحال كمثال غتشري الطوموبيل وكي غتجي غتحطها اولا غتضربها 100 كيلومتر ماكسيموم في ديك واحد المده تدبر على الفلوس كمثال باش دير فيدونج كومبلي، حيت تيمات الفيدونج كومبلي على حسب الطوموبيل كيطرا واحد تقريبا بين 650 درهم على حسب الطوموبيل الرخاص كاع حتى 1200، وطبعا ما كانش على الطوموبيلات الغاليين بزاف، اللي الطوموبيلات الغاليين بزاف بحال رينج روفر او بي ام اكس 5 مرسيدس ولا بورش كاع هذوك ضروري خصهم يديروا فيدونج في الديبار هذوك ما يتفلاش فيهم، الا ما عطاكش مولاه الفاكتوره ما تديش على كلامه، حيت كيما قلت لك راه بزاف ديال الناس هادشي انا عارفه لاني في المجال مده طويله وهادشي كنشوفو بعينيا، كيكذب كيقول لك لا راه زيت بحال بدلتها كتقلبها كتلقى الزيت ماشي هي هذيك، حتى كاع فاش كتيق فيه وكتمشي عند شي ميكانيك كتقول ليه قلب ليها الفلتر، يعني حل ليها الفلتر ديال الزيت قلبو كتلقى الفلتر قديم يعني ما بدلهاش الزيت، كتلقى فيك الفلتر واكل العصا واكل كلشي، اذا كذابين يعني ما تيقش لا ما عطاكش الفاكتوره هي باش كتيق، الناس اللي كيعطيو الفاكتوره فيها التاريخ فيها كلشي هذوك كنتيقو فيهم، يا خي يقول لك يعني بحال كتعطيك انت الفاكتوره كتشوف راه الزيت غتبدل منها 3000 كيلومتر يعني ضربت 7000 وباقا 3000 اخرى غادي تيق، لانها راه ماشي مشكل ديك الساعات الفاكتوره كاينه كلشي اكزاكت، بيت مشيت كملتها في لاميزون او لا في داك الكراج اللي عطاه الفاكتوره
طبعا شي كراج موثوق، الكراج راه كاينين في المغرب بزاف ديال الكراجات واعرين ديال الميكانيك اللي موثوقين، تعطيوك الفاكتوره تعطيوك كل شيء. طبعا صافي كتكمل يعني عادي، ديك الساعه ما كدير لا فيدونج لا والو، كتمشي عادي. حاجه واحده اللي كدير اخرى مورا الفيدونج بالضبط او لا اثناء الفيدونج، هي كتقلب لاشين ديال ديستريبيسيون، لان شيء مهم بزاف بزاف، لان تقدر تهرست لك وفي شي صوره عاليه او شي حاجه، الا تهرست لك غير في 60 يقدر يمشي لك البيستون ولا جوج او يمشي لك الكراس على الاقل ولي فالف وداكشي، ولا تهرست شي سرعه اكبر، كاين ناس تهرست لهم في 80 90 تشق لهم الموتور كامل. اما السرعات العاليه اكثر كدوي على يعني نتائج كارثيه، اللي كتضطر انك تبدل الموتور كومبلي. وواحد السيد كنت نعرفو انايا كانت عنده سميتو كان شرا رونو ميغان 3 واحد فاصلة تسعة توبسيون، وقال لي مولاها كان ضربة شي تسعين ألف ضربة لا 110 ألف كيلومتر، قال لي مولاه بلا ما تبدلها لاشين وداكشي، قال لي الآخر لا غنبدلها، قال لي راه سمع راه عرفت بلي كيتبدل في 60، والآخر تلف بحركة وتهرب واحد الحبس، قال لي غنقص لك الثمن من هذا، قال لي لا لا راه بدلتها في 60، أنا خليتها 120 130 وبدلها. سيد تاق به ضرب بها تقريبا شي 2000 كيلومتر، ومن بعد في لوطوروت يعني غادي تقريبا شي 120 يضطر تقسمطا وهي تهرس الموتور كامل، الموتور مش غيبقى فيه شي بياس في الجناب وشي حاجه، يعني بحال قلتي كتسمع الموتور، يعني بحال قلتي الاساسيات، يعني ما غاديش تعاود تركبه، حيت لو ركبتيه غيمشي منه البريسيون، غيمشي بنفس، غادي يولي دبابه بحال الطوموبيلات القدام، يعني كادر ديال الطوموبيل الجديده ولكن الموتور قديم مشى منه بويسونس ومشى كلشي، واصلا الثمن غالي، هذا داكشي ديال البياس واخا هكاك غادي تفوت المليون. وللاسف الشديد اضطر انه يحط ربعات المليون باش يجيب موتور نقي جديد، ما ضربش كيلومتراج بزاف، ضرب تقريبا شي 25 35 ما بقيتش عاقل بالضبط. ان يعني بحال هاد الكوارث هادو خايبه، انا كدير فيهم اذا ما تيقش غادي تشوف تقلب لاشين، غايقول لك شي واحد اخر لاعب ديال لاشين ديال الحديد، لاشين ديال الحديد كتقلبها، كاين ميكانيك اللي كيعرفوا ليها كيقلبوا ليها واحد السنان حداها، واحد البلاستيكات كيشدوا، دابا لاشين ديال تكون ديال السنسه في الغايب كتكون شاده في لومبار هكا هكا، وكتكون هابطه وكتكون شاده في واحد البلاستيكات، هما اللي كيخليوها باش ما تبقى تمدد وتبقى تضرب. هذوك البلاستيكات شي مرات تهرسوا بحال في البي ام بزاف، وحتى في الاودي الى تهرسات دوك البلاستيكات كيخليوها انا السنطه تهرس، كتقاسم مع الحديد وكتهرس، يعني خصك تبقى تسمع الى دوك البلاستيكات عياو. بحال قبل كديماري الصباح بالضبط، الصباح بكري الطوموبيل بارده والسكوت كاين، كديماري كتبقى تسمع تك 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 تك، لان فاش تكون السلسله بارده كتبقى تضرب مع الحديد بارد تبقى تسمع الصوت ديالها، وديك تك تك كتسمع شي مرات قليل، يعني في الغالب ديماري الصباح سكت الراديو سكت كلشي وتصنت مزيان، الا كتسمع تك 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 او تو تسويت سير لا ميزون او سير اقرب بلاصه على حسب فين تبدل ديك لاشين وبدلها، وراه غاليه شويه صراحه ديال السلسله، راه تقريبا كتبدا من شي 1500 درهم مع على حسب الموضوع كتمشي حتى 6000 درهم، ولكن كتبدل مره واحده في العمر تقريبا، بحال نورمالمون هي خصها تصبر 300000 كيلومتر او لا 15 عام، كاين اللي كيقول 8 سنين. اذا من بعد لاشين طبعا، ومن بعد انك ما درتي الفيدونج، واحد حاجه اخرى عاوتاني كديرها قبل كاع من لاشين والفيدونج، هو فاش كتشد الطوموبيل عند السيد اول مره، شنو كدير بلي كتسوقها كتيستي الفرانات، ماشي غير تسوقها وجيت تجري وكطير وداكشي، كتيستي الفرانات ما كتكسريش بالجهد طبعا، انت تعاودي بحال اللي كتدير لها الفيدونج، لان ما عرفتيش ديك الزيت شحال ميته باش ما تضربش شي بياسه من البياسات، خصوصا بحال اللي ضربتي كميته السيلندر جرحتي، راه الجرح ديالو راه تيكون ماشي شي جرح ديال بالعين، راه ميكروسكوب ولا جرحه كتنفس منه، يعني البريسيون كتضيع، يعني الشوفوات كيطيحوا، وكتقول انت مال هاد الكيميتال هاد الكورف ديالي ما كتجريش بحال الطوموبيلات الاخرين، واش عندي شي مشكل ولا شي حاجه، واخا تعيا ما دير زيت كاليتي وتعيا ما دير شي حاجه كاليتي، راه عندك مشكل في السيلندر، خصو يعاود يتحك وخصو يتحل الموتور، هي والو يعني ما درتي حتى شي حاجه. نكمل طبعا، غتعاود بارطاجيو هاد اللايف هذا، وطبعا ديروا لايك ديالنا وتابعونا على انستغرام. شنو اخر عاوتاني، المهم كيما قلت لك تيست الفرانات، الفرانات يعني كتقلبهم طبعا بعينيك هذا، ولكن كتيستهم بالتيست، كيفاش كدير؟ كديرو بسرعات متعدده، هو السرعات اللي خايبين في الطوموبيل اون جينيرال، بحال الطوموبيل نعطيك مثال، الطوموبيلات ما بين 1970 كمثال حتى 1900 حتى 2002 2003، هذو الطوموبيلات في الغالب فوق 60 كيبدا يعانيو شويه من الفرانات. الطوموبيلات اللي جداد على 2002 وشويه غاليين في الثمن وما تقلش طبعا في الوزن، ما كيعانيوش في 60، كيعانيو في هذيك 80 90 تما فاش كتبدا تجربهم، يعني ماشي كتمشي ب 40 وتفراني تقول فيها الفران، لا غاتمشي 80 90 وغادي تحاول تفراني فرانسك شويه، ماشي فرانسك بجد عاوتاني باش ما ديرش، ولكن عرف واش بحال قلتي في دماغك، بحال حدد في دماغك، غادي دابا انت في الطريق وكتشوف الطريق قدامك وكتقول خصني نحبس قبل هذيك البلاكه كامله، هذيك البلاكه هو شي واحد خرج قدامي وخصك تفراني والطوموبيل تفراني بحال قلتي، على الاقل ترياكتي على الاقل ترياكتي بحال قلتي
قبل ما توصل ديك البلاصه داكشي غادي تعرف تعبر واش قنعك داك الفران، وحيت كاين شي طوموبيلات اللي اصلا فيهم الفران عيان يعني من الشركه، حيت يا اما البوا ديالهم كبير بزاف، يا اما الديسك ديالهم صغير بزاف، يا اما شحال من حاجه. اذا انت شنو كدير؟ كتمشي تقلب طبعا الديسك وكتقلبهم وكتعرف كتعرف بانه راه الطوموبيل راه خاصها الديسك او لا خاصها الفران. هذه طبعا كديرها تاي تبدلها تاي مع الفيدونج، او لا خاصها لي بلاكيت ممكن ديال اللور ديال القدام، كتجرب تا فرانها ما انت هوايه، يعني كتجرب جميع المسائل ديال السلامه ديالك الشخصيه، يعني بحال قلتي مثلا ما ديرش اكسيدون ما ديرش هذه، وفي نفس الوقت كدير السلامه الشخصيه ديال السياره ديالك، هو الفيدونج وكل شيء هادشي كديرو يعني قبل الوقت. وكما قلت لك ما تثق في حتى شي حد، واخا يكون صاحبك في الخدمه، واخا يكون اللي بغى يكون، حيت خصك تعرف العقليه ديال الانسان فاش كيبغي يبيع درهم من راسك انت بغيتي تبيع، راه ماشي كتخوض. كاين الناس كيقولوا الصراحه ماشي ما كاينش، كاين اللي كيقول لك انا ما درتش الفيدونج خاصه فيدونج، كاين اللي كيجيك نيجي كيقول شوف راه ماشي الوقف على الفيدونج، راه فايتك على الفيدونج واحد شويه، راه تنقول دابا نديرو دابا نديرو، ولكن صافي بلا قررت نبيع ما قبلش نديرو. هادو كاين الناس شناهم بعينينا، كاين اللي كيجيك نيجي، وكاين اللي كذاب، وكاين اللي كيعطيك الورقه، كاين اللي شحال من حاجه، كاين اللي كيدير عطيني الفيدونج، ولكن كيديرو بارخص زيت كاع على الاطلاق. يعني كتقول لك حتى الا ما كانش الدليل ديال الزيت اشنا هو اللي دار، غير سير ديال الفيدونج، خصوصا لو كانت طوموبيلتك من الطوموبيلات اللي كيطلبوا بحال قلتي شي زيت صحيح هذا، بحال خصوصا الناس اللي كيديروا الفاب. على ذكر الفاب، كاين واحد السيد عاوتاني عنده واحد اوبيل انسينيا وفيها الفاب، وضروري خصك دير ليها الزيت زيرو دبل في 30 ضروري، يعني من الشركه اجباري، ولا الفاب غادي تخنق لك ويعني تيكون مشاكل فيها. وملي مشى باش بغى يبيعها بحال قلتي تزير شي في الفلوس وبغى يبيعها وما عطاوش الثمن، تعطل الطوموبيل في البيع ووصلت على الفيدونج ديالها، اشنو دار بالسلامه باش غادي يبيع حاجه عند واحد قال لي راه خاصها الفيدونج هادي، قال لي راه طنطن، قال لي لا صافي ما بغيتش تشري. طاح لي الفكره، هو انا شنو غيمشي يدير لها زيت جديده، غيجي الاخر غيقلب غتبان ليه زيت جديده زوينه، وغادي يدير ومشى شرا زيت 15 واط 40، ومشى شرا 15 واط 40 دوك الزيت اللي مكتوب فيهم 7000 5000 4000 دوك الرخاص زي 100 درهم 2400 2600 هذيك ما زيت ما تلعب هذيك. بالنسبه للطوموبيل ما زيت ما تلعب هذيك، هو يمشي يديرها وبحال قلتي ماشي سلك، دابا اللي جا كيقلب الزيت كيلقى الزيت بانها زوينه وفقط، يعني هذه ماشي خدمه، هذه ماشي خدمه. والمشكله باش غادي تعرف انه ديك الزيت راه كاليتي ولا ماشي كاليتي، كاين الناس اللي كيفهموا بالزيت بزاف، كاين الناس اللي كيفهموا بالزيت. انا صراحه واحد شويه كنفهم، ما غاش نقول لك كنفهم فيها بزاف، ولكن ماشي ديك الدرجه. كنعرف واحد السيد كيفهم بها الطوب، يعني بحال قلتي تعطيه رقم الملمس الريحه، واخا كاينه وسط الطوموبيل كيقشع اش من الزيت بالضبط، ماشي يعطيك بالضبط واش هذه 15 40 هذه 10 40، ولكن تيعرفوا الزيت كاليتي اولا ماشي كاليتي. فقط هادشي اللي نقدر نقول، يعني بحال قلتي اول حاجه كدير الشراء، ثاني حاجه كدير انا كتغسل الطوموبيل ديالك، يعني من بعد ما كتسلم الفيدونج طبعا الميكانيك غادي يوسخها وغادي يقلت فيها وطاطا، ومن بعد طبعا كدير لها الديغنوستيك، دير لها الديغنوستيك باش تسوبريمي لي ايرور اللي بانوا مع الفيدونج، باش تقول طوموبيل انا كدرتي الفيدونج بالنسبه للطوموبيل اللي جات شويه. كتمشي كتغسل الطوموبيل ديالك في لافاج، وها عندك الطوموبيل الجديده وتهلا فيها مزيان. الا بغيت دير ليها الباش ما تكونش مغبره، الناس اللي كيشريو الطوموبيل الجديده تكون بقي عز عليهم، داكشي كيمشي يشريو البيشان، كيمشي يشريو الغلاف ديال الكراسه، داكشي ما ديرش الباش ديال الطوموبيل حتى تكون مغسوله، حيت فاش كدير حتى تكون مغبره شويه، حتى طاي النهار ولا يومين كل مره، واش درتي لها الباش راه باش كتجر داك الباش راه كتجر داك التراب وداكشي، كتجر الصباغه بلا ما كتعيق، ومن بعد الصباغه بحال قلتي مع المده كتقد تدبال في عينيك. بحال الطوموبيل شفنا الناس اللي شراو الدوبل في كيعرفوا هذه القضيه دي. فاش الا كتشري الدوبل في داك العام الاول كتبان لك الطوموبيل كتلمع، من بعد العام الاول كتبقى تبان لك بحال اللون غادي وكيبان، بحال هاد الاخطاء هادو راه كيديروهم. اولا الغسيل بحال قلتي كيغسل بالشيفون، كيحاول يقتصد في الماء، قال لك اسيدي كيجيب غير السطل ويغسل به، وبقى يمسح بداك الشيفون كيمسح بداك الحجر وكيعاود يديك الجطب. هادوك الطريق خايبين، خصك تضرب الطوموبيل بالماء مزيان. باقي غادي نديرو حلقه اخرى ديال كيفاش تغسل طوموبيلكم، غنفضل ان شي واحد بروفيسيونيل يهضر في هذا الموضوع، انا ما عنديش خبره كبيره بزاف فيه. ممكن نجيبو شي ضيف طبعا باللي نهار تحيد هذا الوباء وتحيد هذا الحجر الصحي ونرجعو يعني تاني للحياه ديالنا العاديه. ممكن نجيبو شي واحد التخصص ديالو في الغسيل والبرودويات ديال الطوموبيل باش يغسلو، راه موضوع زوين ومهم بزاف حتى في البيع ديال الطوموبيل. الطوموبيل وقت ما كانت الصباغه ديالها رائعه جدا راه مزيانه. واخا بالنسبه للناس اللي غيشريو طوموبيل دوبل في، اشنو خصهم يديروا؟ بالنسبه لشي شنو الناس طوموبيل دوبل في، كاين جوج النوع، الناس العاديين يعني بحال قلتي عندهم طوموبيلتهم رخيصه، يعني بحال داسيا حتى الرونو ميغان حتى الجولف كاسات بين قوسين، هذوك باش نقول لك ما عندك ما دير حتى شي حاجه، هو انك غير انك تعود تمشي بشويه في الاول تروديها، ضروري الروداج، هذا هو الحاجه الروداج، ما تقولش لا راه ما كتروداش، راه ضروري الروداج، راه شيء اجباري واجباري تماما. راه كترودي الطوموبيل ماشي كترودي الموتور، الموتور انا نوعا ما مرودي ماشي مرودي 100%، وهاد الهضره كنقول انا راه ما كنتاكد فيها شحال من بلاصه،
راه ماشي على الدرجه ديال الميكانيك ولا شي واحد من لا ميزون، هذه على الدرجه ديال الناس اللي انجينيور اللي كي بحال اللي قلتي كيشدوا الموتور وما كيروديوش وكيقراو بحال شي شحال كيتجرح فيه، شحال كيخسر، شحال كيوسع، شحال هادي، وموتورات اللي ترودا والناس اللي ركبوا بشويه وساقوا بشويه شحال، عاد زائد الكاروسري كتلقى طوموبيل، كتلقى جوج طوموبيل بحال بحال، وكتلقى كاع وحده مسافه تمشي في البيست وحده كتمشي في المدينه، وفي المدينه كتلقى هذا التخشش والجاج بدا يترعد، شحال حاجه كترعد، علاش؟ حتى هو من الديبار بدا تيدير فيها كيكسيري بها وكيجري بها، والاخر واخا تيمشي في البيست ولكن كيمشي محترم، كيمشي بشويه، كيمشي تخلي الاشياء تشد بلاصتها وتشد المكان ديالها وترصى.